كل عام يتلقى الوزراء ورؤساء الهيئات الحكومية مقترحات من أعضاء المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني ويناقشون القضايا ثم يقدمون تعليقاتهم على مدى عام. خلال دورة العام الماضي تم تسجيل أكثر من 4000 مقترح، وحيث تلقى 99% منها ردا، وتمت الموافقة على 84% منها. تم معالجة 90% من المقترحات من قبل مجلس الدولة الصيني والإدارات التابعة له. هذا وعلى سبيل المثال، وشرفت وزارة حماية البيئة على 314 مقترحا العام الماضي، وحصلت على معدل الرضا بنسبة 100% من قبل أعضاء المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني. تتضمن هذه المقترحات قضايا أساسية، من بينها تنفيذ الخطة الخمسية الثالثة عشرة وتخفيف الفقر وسيرة القانون. بالإضافة إلى ذلك، يغطي القضايا اليومية مثل إدارة الدرجات التشاركية في المدن الكبيرة والجرائم السيبرانية والتلوث الهوائي.